السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا فيديو ديال اليوم، حبيكم معنا فيديو جديد. المهم ما عرفكم عارفين، بدات القرايه وبدات الخدمه وبداو ستاجات. الا لقيتوني دابا جيت من ستاج وبقات لي ماما جايين عندها شي ضياف ديالها، وهي هذه قلت نبدا شي فيديو دابا. علاش لا نصور معكم شي فيديو؟ راكم عارفين الناس بزاف ولاو شوم كيعجبهم داك الفيديوهات ديال التحضيرات ديال ماما وديك الروتينات ديالها في الكوزينه شكون جاي عندك بشرى؟ أصدقائي أصدقائي. شكون خالتي نجاة؟ نجاة والحمدية وسكينة ساسا ورشيدة بقال. المهم هادو الصديقات ديال بشرى، تعرفنا عليهم الصراحة كاملين من اليوتيوب، كاملين عرفناهم. والمهم هما جاي. بسمة شنو بغيتيها؟ صوص من جهتك أنت. ايوا صافي، غادي نوضو دابا الكوزينه، راكم عارفين نحطو نوجدو شي طبيله وهكذا، غير داك الشيء خفيف ظريف. وها نتوما معنا كالعاده، زعما بغيت نكبر بهم ولكن غالب الله، وحنايا شويه فانيات ما كنعرفوش بزاف، اسمحوا لنا ما بلا ما ت بلا ما صح. كاينه مشكله في الورقه هنا في الشمال، يعني الورقه غير. وعلى انت ضروري اي واحد جا عندك خصك تحط عليه بسطيله بشرى، واحد جوج عراضه بسطيله، عراضه بسطيله، حتى هذا الشيء. عتوقي قلتي وقت بسطيله، صحاب لي وغادير شي حاجه اخرى. اش غندير؟ ندير غير من غيف الماوي. وي ومالك دير من الحمص. حمص شنو الحمص؟ الحمص كوكوت كيسلقوا يحطوه، هو رغيفات كيجيك كتفرحي تكبر كيكا. كاين وي ندير بسطيله، ما فايكش جبن ندير بسطيله. بشرى بسطيله قصه تحب لا تنسى. شكون اللي بغى بشرى تحل لكم هنايا شي محل في تطوان ديال البساطلو ديال هاد الماكله التقليديه ديالنا؟ فكره واريده، فكره واريده. ما تبقاش تعلمي، ما خصناش نقولوا لي افكار. اري مولاتي بسمه، والله الا تنفكروا انا بشرى في الفكره هذه معنا هي بزاف. ما كيبانش لنا بزاف ديال الناس دايرين هاد البساطه وهذا الشيء هذا، والورقه هنايا ما زويناهش الصراحه، زعما تكونوا صالحين. انا غنخدم شي بقعه ونبني شي دار وندير الحوايج لتحت. حوايج دار ودير الحوايج. هو معنا واحد الاخت مورانا، بقيت بسمه مجفه شويه، مجفه الدار، مجفه الدار وجمعها. قلت مورايا فحال شي جنيه، زعما رانا جايين راه مشفى الدار ومقاده بسمه زعما. ايوا صافي، كما قلت لكم انا عاد دخلت المدرسه دابا، جيت شويه بكري. ايوا ضربوا المناضة على قلبكم، ضربوا. سمحوا لي ما رحمتهاش. بشرى سلمي، بعدا ما قلتي لها سلام يا كلام. واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ شخباركم؟ كلشي بخير؟ اموركم تمام؟ مبروك هاد العيد، كيقول لك مبروك، ما كيبغوش تباركي في هاد العواشر. المهم ذكرى مولد نبوي علينا وعليكم كاملين، يا ربي باش ما كتمناو. ولكن كيتقى التقاليد، التقاليد كبرنا هكا مع جدودنا وكبرنا مع والدينا، لا بد من هذاك النهار كنجمعوا فيه، كنخلقوا فيه مناسبه. انا بالنسبه لي واخا يقولوا لي يقولوا بانه ماشي حرام، ممكن نقولوا بدعه، ياك نقولوا بدعه شي دارات في النار. المهم ما علينا، انا ما عنديش الجزم ولا عندي اليقين. التقاليد اللي خلاونا جدودنا ودنا حنا كنديروهم، كنجمعوا داك النهار وغنجمعوا ذاتنا. المهم مبروك عليكم، اسمحوا لي مبروك عيدكم باش ما كتمناو، يا ربي اللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه. قولي انت باش قولي مبروك عواشركم باش تفاداي عيدكم، احسن بزاف كيما كاين ود الحرب على هاد العيد هذا، فهمتي؟ سمح لي غير الناس اللي كتبالغ، والله غير الناس اللي كتبالغ. ولات المبالغه في كلشي غير بسبب التليفون. دابا يوم الوفاه كتحتفل بالوفاه، كتحتفلوا بالزياد بالوفاه، وحتى نهار الوفاه راه مشى لقى المولى عز وجل، يعني اللقاء بالله راه من احسن، فهمتي؟ يعني كتجيني انت الوفاه كتجيني واحد المناسبه اللي مشي لقى ربه، والجنه مفتوحه الجنه، يعني في كل حاجه. ما كنقولوش انه نهار خايب نهار زوين، لا هكا ولا هكا، ولكن ما عرفتش شي كيحلل وشي كيحرم. دخلتونا في هاد الدين، ولاو الائمه كثار والفقهاء كثار. انا دابا غير ولا اللي قال لي راسو كينوض كيولي امام ويفتي علينا في الانترنت. لا دي حرام لا حلال، القران لا نعترف بها، لان الحلال مبين والحرام مبين، هادشي اللي تعلمناه. الانسان كيعرف شنو حلال ويفرق، ونطلبوا الهدايه للجميع. الله يهدينا جميعا ويهدي امتي محمد اجمعين، نطلبوا الهدايه لنا ولكم ولام زمان الجميع والاصدقاء اللي جايين. وفعلا مسخصها مورال، ما عنديش المورال، نتمنى يقبلوا عليا. وهادشي اللي كاين غنوض صافي يا قلتي غدير غير عويصرات، غديري تاتاي اتاي مغربي نشرب كويس اتاي، انا بديت كيكت اتاي ضروري نشرب اتاي. ايوا المهم دابا قبلوا عليا وكنتمنى يسمحوا لي حتى نرجع المره ما جيت ندوز العيد ان شاء الله، وغندير شي جلسه مع صحاباتي ونجمعهم عندي في الدار ونجلسوا شي جلسه
وهادشي اللي كاين. ايوا غتبقاو معانا تكملوا معنا الطبيله وقبلوا عليا وما تعيبوا عليا. المهم انتما معنا واحد المرش سولات في لي كومونتير واش لقات في دوك الصينيات ديال الدجاج واش ما كيتهرسوش بالحراره؟ صينية ديال الدجاج المرايا داك اللي كندير فيهم اتاي وداك الشيء. لا شحال عندي دابا من عام ما معمرهم تهرسوا ولا تشققوا ولا شي حاجه باقي نورمال. فراسك عندي 50 و 6 سنين ما كيتهرسوا زعما على ضماناتنا ما لا كان شي ماركه ماشي هذيك وشي حاجه ضعيفه الله اعلم. عندي واحد العماره ديالهم ما فين هي تسكروا اتاي ويلات واش هادي وصافي. المهم هانتوما معنا كدائما غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي عاوتاني هنايا الناس اللي باقي ما دخلوا مرحبا بكم عندنا وحتى التيك توك ديالي نخلي لكم هنا محمد اللي معنا جات لينا. والمهم هادشي اللي كاين يلاه بلا ما نطول عليكم غنوضوا دابا الكوزينه يلاه بوشه الناس باش ما نتعطلوش حيت راه الناس دانا معاهم 6 ودي راه 5 وشي حاجه على 6 ودابا غادي نوضوا نوجدوا الطبيعه ديالنا وهانتوما معنا كالعاده. هانتي وحده دايزه من الشارجون جالسه كتمنظر فيا شي بوشرى غادي كيديروا في كان ماشي كيحمد كيحنيو راسهم ويحشموا والو زعما واحد الشعب عندنا حنا كنا مغاش عبد برقاك والدنيا انا مطرطقه بالبوليس وهاد هادشي ديال 15 في الشهر وهاد المصايب الكحله وغات الله يدير تاو الخير وصافي. المهم هانتوما معنا كيموتوا لنا وليداتنا ولدنا كيموت اش حمر راكم شي دابا هادشي دايرينو حبا في الشعب بيان سيغ حبا خي الشعب هنا تاني الشعب هنا كيموت غير بحال كياكل غير بحال كي اللي كيديما كيردو سامك غير جيو سيرا ما كرهناش اليوم الخير كاين اغلبيه راه كيمشي ما كيرجع واش غيمشيو عاونين لا غيمشيو طايرين المهم انتم معايا شوفوا 10 خاصني نسال تابعين ديال بشرى كيف نتوما مزيان اموركم هانيه. اليوم جينا لعند بشرى نحيو مع سيرة الرحم حقا شحال ما شفناها ماشي بزاف عي هذه واحد سيمانه يا بشرى ما كانش لا سيمانه تلاقيناها عاود بالحق عي واحد نص ساعه ما كانا وصافي ومشينا بحالنا. ايوا جينا لعند مسكينه تبقى تشوفها تعرفوا بشرى ملات القلب الكبير واخا تجي لعندها لا غير رياضه واخا تنوض دبر نلقبق هذا مع هذا ونزل لها الطبيله والله الا شكرا شكرا الله العظيم. ايوا المتابعين بشرى عندي عزيزه وما عرفتش واش شدتني لشي فقيه واش عملت لي المحبه واش عملت لي شي فقيه من بني واش عملت لي شي حاجه في هذا الكوتي ما والله ما نعرف حتى كنجبر راسي كل شفتي حتى كنجبر راسي في الباب واقفه لا هي من الله من الله ولا من عبد العبد لا 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 كلشي من عند الله. ايوا والله لقينا شي سعاد الخير شوف شوف لا فوكا ولا دخلوا هنايا تصور لا ما تخافوش. هذا والله ما بقيت كناكل ديال مات كيجيني الجوع شويه كنشبع